في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدى. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن باللغة العربية، والله إنها أعظم نعمة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يتلى بلغتهم. الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يمتن علينا وكأنه يبين لنا أنها أعظم نعمة عليكم أنكم عرب وأنزل القرآن بلغتكم. يقول ربي عز وجل في بداية سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلنا نعقل. الله سبحانه وتعالى في بداية سورة فصلت يقول: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لعلنا نعلم أن هذه نعمة عظيمة. إذا أردنا فعلا أن نشكر هذه النعمة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى امتن علينا فيها أن نعرف قواعد اللغة العربية. كثير منا يعتقد أنه يعرف كل معاني الكلمات في القرآن ويعرف كل قواعد اللغة العربية، وهذا خطأ. وأنا راح أضرب لكم مثال: كلمة ظن في القرآن، كثير من الناس يعتقد كلمة ظن أنه شك، وهذا خطأ. اسمع قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت، أي إنني متيقن أني ملاق حسابي. وهناك كلمات كثيرة نعتقد أننا نفهمها ونحن لا نفهمها. فإذا أردنا أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعرف قواعد اللغة العربية وأن نتمعن في هذا القرآن وأن نقرأ التفاسير حتى نفهم الكلمات، فتخشع قلوبنا مع كلام ربي عز وجل. Thank you.
منطقة ناجايين في الصين تعتبر من المناطق الثرية هناك، والمسلمون فيها عندهم وفرة مالية كبيرة. لذلك وجدنا مسجداً فاخراً كبيراً ووقفاً كاملاً لتحفيظ القرآن الكريم هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. 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 تشديد الشد. والضحى. والضحى. حا. حا. والضحى 就是安拉以上午来向我们发誓，这个上午呢，它是我们就是我们的时间当中的一个阶段。 والضحى والضحى والليل والليل الليل 是什么？黑夜 إذا سجى 就是当夜幕降临的时候。 قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة يا نور يا قرآن يا عز تاليك محبتك لي عند ربي شفاعة قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا هذه الأعمار كبار سن لا يعرفون اللغة العربية. منظر جميل، منظر رائع، منظر مهيب. أعتقد أن عمرها تجاوز 90 عاما وأتت إلى هذا المكان من بيتها لتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام، وهذه هي عظمة القرآن، وهذه هي بركة القرآن. ما شاء الله، انظر معي إلى هذه العجوز، ما شاء الله تبارك الرحمن. هم يقرؤون هذه الآية الآن. أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هو القرآن. كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا والله لا يستوي هذا مع نور القرآن ومع الذي هو بعيد عن القرآن. عمرها تجاوزت 90 عاما وأتت إلى هذا المكان لتقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما. بعض الطلبة لا يتكلم ولا كلمة باللغة العربية، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن تجاوز الاختبار القرآني. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. الشيخ لقمان هو مدرس في هذا المسجد،
وإماما لهذا المسجد الضخم الكبير. استمعت لقراءته الجميلة رغم أنني وجدت صعوبة في الكلام معه باللغة العربية، ولكن حاولت أني أعرف معاكم قصته مع القرآن. كم الفترة التي حفظت القرآن فيها؟ سنة. في سنة واحدة؟ سنة واحد. سنة واحدة حفظت القرآن الكريم كاملاً؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. كم كنت تحفظ في اليوم؟ تسعة. تسعة؟ تسعة صفحات؟ تسعة صفحات في اليوم؟ لا لا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. وهو يقرأ الشيخ، ما شاء الله الشيخ لقمان تأثر بهذه القراءة وهذه الآيات. لماذا تأثرت بهذه الآيات شيخ؟ لأن أخاف عذاب من الله، وأريد رحمة من الله. إن الله معنا. أنا أخاف. ما شاء الله. لا بإذن الله لا نخاف، فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ممكن يكون واحد يعرف اللغة العربية ويجيد اللغة العربية ولكنه لا يحفظ القرآن، وتجد إنسان لا يعرف اللغة العربية ويجلس ويسكن في منطقة مثلا في الصين، هم لا يساعدون على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى اختاره وجعله فائزا بحفظه لكتاب الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المسجد الرائع، هذه التحفة المعمارية الجميلة جدا. من يصدق أنني الآن في الصين؟ هذا المسجد الذي ترونه الآن هو في الصين في منطقة شاديان. ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي هذا المكان أتدبر معكم كلام الله سبحانه وتعالى، وفي هذا المكان أتكلم معكم عن أسباب مهمة جدا تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. تكلمت معكم عن أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتدبر القرآن وتأمل القرآن، وأنا أبي أأكد على كلامي معاكم أن اللغة العربية مهمة، أن هناك كلمات في القرآن تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تدبر، لا نعلم معناها إلا إذا عرفنا قواعد اللغة العربية. قسم الكلمات إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن الكلمات تكون مفهوم معناها، مثل الشجر، النجوم، المسجد، الجبال، كلنا نعلم معنى هذه الكلمات، لا تحتاج إلى تفسير. القسم الثاني، هناك كلمات معلوم معناها ولكن لها أبعاد ودلالات قرآنية جميلة. مثلا لو أنا أتكلم معاكم عن آية في سورة مريم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كلمة انتبذت كلنا نعلم أنها ابتعدت، ولكن هناك في التفسير لو لجأنا إلى التفسير سوف نعلم أنها لها أبعاد جميلة جدا. اقرأوا تفسيرها.
وهناك آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة مريم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فجاءها المخاض؟ لماذا قال فأجاءها المخاض؟ لما لجأنا إلى التفسير وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال فأجاءها المخاض، أي حيث أنها جاءها المخاض ألجأها إلى جذع النخلة. وهناك قسم ثالث في الكلمات لا نستطيع أن نعلم معناها إلا إذا لجأنا إلى التفسير، مثل كلمة مقمحون، زنيم، قطمير. هذه الكلمات سائحات تحتاج إلى لجوء إلى التفسير كي نعلم معناها. هذا هو القرآن المعجز، يجب علينا أن نفهم آياته وسوره وكلماته وحروفه حتى نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى بالشكل الجميل الرائع. نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله، ويطوف في كل الدروب نور تجلى في سنا. قابلت أئمة مسجد شاديان الكبير واستمتعت فعلا بحديثهم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شيخنا ما شاء الله، حدثني عن هذا المسجد الجميل الرائع، متى بدأ بناء هذا المسجد؟ يعني هذا المسجد اللي بدأ قبل أنا في عام 2005. 2005؟ نعم. ما شاء الله تبارك. يسع كم لكم مصلي تقريبا؟ حوالي 10,000. 10,000 داخل المسجد وفي الساحات وفي كل مكان؟ لا، بس هذا ممر بدون مساحة، بدون الساحات. 10,000 مصلي ما شاء الله. مسجد جميل ومسجد ضخم ما شاء الله. متى بدأت بإمامة الناس شيخنا؟ يعني قبل سنتين. سنتين في هذا المسجد؟ نعم. شيخنا نريد أن نسمع منك قراءة أخرى. صوت الشيخ سديس إن شاء الله. سديس، نعم، نسمع من الشيخ سديس. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله تبارك الله. انتقلت إلى مدرسة قرآنية قريبة من جامع شاديان الكبير ورأيت تعليم القرآن هناك. هذا المكان الذي يحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، مدرسة كاملة من 8 أدوار تخصصها حفظ القرآن من شباب وصغار. تعالوا نرى هذه النماذج القرآنية في الصين. بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله
وادعوا شهداءكم من دون الله من ولي ولا نصير. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ألم نجعل للأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. ما شاء الله، كم عمره؟ خمسة سنوات. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظك. يعني حالتنا احنا اسهل جدا، نعرف اللغه العربيه، متوفره المراكز القرانيه في كل منطقه، المساجد، هنا يحاربون اذا حفظوا القران. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هل من المعقول أننا لم نبدأ إلى الآن بتحفيظ أبنائنا القرآن؟ هل هذا يعقل؟ أن نرى شباب وصغار 6 سنوات و5 سنوات لا يعرف اللغة العربية ويحفظ القرآن ويقرأ بهذه الطريقة المتقنة، وإلى الآن لم تبدأ أنت ولم تبدأي أنت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. رأس خير للحياة نرجو به عفو الإله بين الحنايا والصدور نور التجلى أطوي به درب البعيد والخير فيه. بآخر يومين لنا في الصين وزيارتنا للصين بدأت أشعر بالتعب والإرهاق. نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله ويطوف في كل الدروب نورا تجلى في سنا عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. مع القرآن يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتحذير فيه الخير من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.